وهشي مساء الخير يا فندم. يا اهلا وسهلا، مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك، محتاجه ردود واضحه على الاسئله اللي انا طرحتها لو كنت حضرتك سمعتها. هل القطاع الخاص كان يستطيع ان يقوم بهذا المشروع؟ وكنا نقول بلاش الدوله تزاحم القطاع الخاص. القطاع الخاص ما يقدرش يقوم بيه لوحده منفرد، انا النهارده بتكلم على مشروع متكامل، يعني النهارده محتاج له بنيه تحتيه في الاساس، محتاج له تمهيد طرق، محتاج له تجهيزات شبكات طاقه، شبكات ري مهواري، حفر ابار، بتكلم النهارده بتكلم على ري متطور وبنقول لوجستيات كامله لهذا المشروع. كان يعني عشان كده كنا في فتره من الفترات كانت بيتم اتهام الحكومه ان هي بتزاحم مش مدياله فرصه. بالظبط كده، كان في المشروعات القوميه اللي هي قامت بيها في كافه الاتجاهات، بنيه تحتيه، شبكات طاقه، شبكات معالجه مياه، شبكات رفع مياه، كل هذه الامور صعبه ان القطاع الخاص يقوم بيها لان دوره راس المال فيها طويله والمردود بتاعها بيبقى ضعيف جدا، لكن الدوله في فتره من الفترات قامت هي بهذا الدور وكان زي ما قلنا تحملت العبء ان هي فكره المزاحمه، لكن هي ما كانتش مزاحمه على قد ما هي مهدت البنيه وهدت التربه الصالحه لجذب الاستثمارات والانشاء الاستثمارات اللي احنا بنقول النهارده الحمد لله في ظل تراجع استثماري على مستوى العالم نتيجه الازمات، مصر عندها فرص استثماريه بتسلط الضوء عليها والنهارده طبعا شاهدنا ما اثبت. طب دكتور محمد، مشروع زي ده حضرتك شايف كاستاذ وخبير اقتصادي انه هل يعني الاستثمار في مشروع زي ده ينفع المستثمر يستثمر فيه ويستفيد منه ويديله قيمة مضافة، أو يعني في الآخر هو ينفع يدخل دلوقتي المستثمر يشيل ويكسب ويبقى مبسوط؟ الوضع الحالي اللي احنا شفناه النهارده بالامكانيات اللي موجوده في هذا المشروع بالموقع الجغرافي اللي تم اختياره بدقه بوسط المحافظات وقربه من المطارات وقربه من الطرق الرئيسيه اللي بتربط ما بين الشمال وجنوب وشرق وغرب المحافظات اجمع، اعتقد النهارده الفرصه مهيئه جدا للاستثمار في هذا المشروع وتكون ربحيته سريعه ومعدل دوره راس المال اسرع مما يتخيل المستثمر. وده ده كلام اقصد اقتصاد حقيقي، بمعنى انه هذه النوعيه من المشروعات في دول اخرى او في مصر تبقى جاذبه للمستثمر، تبقى هتحقق له بالفعل. حضرتك اصلا هو تم تهيئه البنيه التحتيه الاساسيه وتم اختيار الموقع بدقه وتم كل يعني بنقول سبل النجاح تم توفيرها، والنهارده احنا بنشوفنا بعينينا النهارده وهو احنا الحمد لله وصلنا على بدايات النجاح وتم بنقول تم استخدام تكنولوجيا وتوطينها في الداخل لهذا المشروع، فكل كل السبل اللي بيحتاجها المستثمر العالمي، ما بتكلمش النهارده حتى على المستثمر المحلي، بتكلم على المستثمر العالمي، النهارده هو ده اللي بيحتاجه، بيحتاج النهارده التكنولوجيا، بيحتاج النهارده للمشروعات للبنيه التحتيه اللي موجوده فيها بكافه سبل النجاح، والنهارده الدوله وفرت دوت ووفرته بقوه وبتدعم النهارده بكل المستثمر من خلال حزمه من الحوافز والميسرات على المستثمر، يمكن من اهمها طبعا الرخصه الذهبيه والحوافز اللي قدمها قانون ضمانات وحفظ الاستثمار. فالنهارده بنقول ان البيئه مهيئه وصالحه جدا لجذب الاستثمارات ولا سيما طبعا في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي. بشكرك دكتور، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.